ما الجواب عن حديث ابن الزبير عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر، رواه أبو داود وقواه الشيخ في الأجوبة النافعة صفحة 50، فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة، وإليه مال الشوكاني في نيل الأوطار. أعتقد أن السؤال خطأ أو فيه نقص، فإن كان خطأ صححه وإن كان ناقصا فأكمله. عيد القراءة؟ لا ما تعيد، أعده في ذاكرتك، يعني أنا فهمت السؤال إنما تأمل في ردي، وهو إما أن يكون في السؤال خطأ فصححه وإما أن يكون ناقصا فأتمه، لأنك أنت بتقول ما الجواب؟ الجواب عن ماذا؟ أنت ما ذكرت الجواب مع ماذا؟ بتقول الحديث صحيح وصحه الألباني. إيه قلت. إيه. فإنه يدل. شو بتريد الجواب عن ماذا؟ عن ما يلي. فإنه يدل بظاهره على عدم مشروعية صلاة الظهر في مثل هذه الحالة. إيه. جواب عن ماذا؟ عن هذا. ليش هذا يا أخي؟ الصحيح ما دل عليه الحديث، طبعا أنا بقول إن كان هذا سؤالك فهو صحيح وإلا كيف ذكر، ولا إيش سؤالك؟ والله ناقل يا شيخ. نعم أنا ناقل، لكن لما نقلت فهمت أم لم تفهم؟ فهمت أنا شيخ الآن. معليش لا تحاسبوا دقيقا.